عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها. صباح الورد وان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع، وصباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه واللي تجينا الموجات هذيا من عند الشعب التونسي العظيم اللي واقف مع شعب مناضل من اجل حقه في العيش وفي الحياه، الشعب الفلسطيني. الوقفه الرائعه اللي خلتنا نفتخر ونهز ريوسنا عاليه ونقول احنا تونس. هذا هو حاتم، الحقيقه معناها تقريبا طغت مشاعر متابعه ما يحدث في فلسطين، واساسا الهجمه الصهيونيه على أهالينا في غزة، وانسى حملة متاع تبرعات، تضامن حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، الناس تكتب تقريبا كل صفحات الناس على مستوى المواقع الافتراضية كلها فلسطين، كلها معناها تدعو إلى إيقاف هذه الهجمة العسكرية الإسرائيلية البربرية المتوحشة على أهلنا في غزة. يعني شفنا حالة من العدوانية والشراسة، للأسف كذلك بوقوف ودعم من رؤساء وقيادة الدول الأوروبية الغربية وأساس الولايات المتحدة الأمريكية في ظل صمت عربي. أنا نقول مهما كانت البيانات والمواقف مع استثناءات في مستوى المواقف السياسية، ولكن ميدانيا وعمليا هناك صمت عربي، وتقعد ديما القضية الفلسطينية هي أحد ضحايا هذا الصمت العربي المريب والصمت الإنساني اللي تحت هيمنة تقريبا وتوجيه غربي وأساس الولايات المتحدة الأمريكية. المسلسل متاع هذا العدوان نهاياته غير سنأتي عليها فيما بعد. يبقى أنه كما قلت حتى ذكر الجلاء معناها كانت مناسبة من قبل رئيس الدولة في تونس لإعادة تذكير بموقف تونس شعبا وقيادة سياسية منظمات أحزاب الناس الكل، وعاود ذكر به هذا الموقف اللي ما فيه حتى أدنى تنازل عن الحق الفلسطيني. شفنا مسيرات كذلك في كثير من المدن التونسية، نهاية الأسبوع كانت مسيرة كبيرة وحاشدة في صفاقس حاتم اللي حضرتها قوى المجتمع المدني، طبعا كثير من الشخصيات والأحزاب السياسية. شفنا في تونس العاصمة كذلك في الجهات الداخلية تقريبا بلا استثناء، شفنا العلم الفلسطيني ما زال في المدارس والمعاهد التونسية معناها مع العلم التونسي. كل هذا يؤكد ويدعم فكرة أنه القضية الفلسطينية من القضايا اللي يشغل بال التونسيين. نعم، لارير بلون باش تبقى في قلب الموضوع وفي صلب الموضوع من خلال استضافة من فلسطين. طبعا على المستوى السياسي شفنا حركة دبلوماسية كبيرة، خاصة وزير الخارجية الأمريكي اللي التقى محمود عباس في الأردن آخر مرة ومشى قبل الرئيس المصري. هناك محاولات أمريكية لاحتواء رد الفعل متاع الفلسطينيين، مش لاحتواء العدوان الإسرائيلي وإيقافه عند حده، لا بالعكس، كلها معناها تحاول أنه تستغل الظرف وتضغط على الفلسطينيين باش يسلموا الأسرى. كلهم يحاولوا يظهروا إسرائيل كما لو كانت الدافع عن حق لها وعن عدوان اعتدي عليها، بينما الأصل والناس كل تعرفوا بدون تذكير. كان موقف رئيس الفلسطيني أثار كثير من الجدل وقت اللي قال أنه حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، في تذكير أنه الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير، على أنه احنا نقولوا الفلسطينيين يعبرون عن الفلسطينيين، واللحظة تقتضي توحيد المواقف الفلسطينية في اتجاه دعم المقاومة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي وإيقاف الهجمة الإسرائيلية. آخر المعطيات اللي عدنا البارح هذا بتاع 9 متاع الصباح، 2670 شهيد، 56 شهيد على مستوى الضفة، أكثر من 9600 جريح في غزة وأكثر من 1200 جريح في الضفة. العدوان الإسرائيلي لا يستثني لا فلسطيني الداخل، لا فلسطيني الضفة، لا فلسطيني غزة، يستهدف كل فلسطين وكل شعب فلسطين. آخر المعطيات في هذا الجانب باش تكون عدنا من فلسطين مباشرة. الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الدكتور كمال الحسيني موجود معنا في المباشر. دكتور كمال الحسيني صباح الورد، وإذا كان فما متاحين للأرقام والمعطيات تعطينا مباشرة من فلسطين، شنية آخر الأرقام والمعطيات؟ أولا صباح الياسمين التونسي الذي لا يخون
والذي لا يتغير لونه مهما تغيرت الفصول. وهذا الموقف المشرف دوما وحقا وأكثر من هذا الشعب العظيم الذي كل الكلمات تنحني إكبارا وإجلالا أمامه رئيسا وأربا وشعبا. هذه هي تونس التي نحب. وإحنا في فلسطين نقول في هذا الصباح نفس رجال بحي رجال. ولهذا نقول لكم تحية الرجال من الرجال إلى الرجال في زمن شح فيه الرجال. دكتور هل الأرقام والمعطيات فيها جديد على الميدان؟ نعم، في فلسطين التي تناولتها هي التي على أرض الواقع. ولكن نحن في حراك كبير جدا، أولا لإعطاء صورة حقيقية، أولا بأننا حتى في برنامج المقاومة نتمتع بتحضر وحضارة. هذا يجب أن تخيل ذلك يعني، ونحن ندرك هذه الحقيقة. ودائما نحن ما نملكه هي الرواية الحقيقية، وما يملكه الآخر اللي هو هذا الاحتلال الغاشم يملك كذب في كذب في كذب. والآن أصبح هذه الصورة واضحة أكثر في ما حصل في هذه المقاومة وما حصل في هذا الدائرة الإعلامية. وما بقول دوما أنه في كل العالم يعني ما يملك وسائل الإعلام والماكينة الإعلامية بكل أسف هم الصهاينة. فلذلك مع كل ذلك تبين يعني الغاش من الثمين، وأيضا تبينت الحقيقة بشكل واضح. وهذه الهرطقات التي أطلقت على لسان هذا الذي سيحاسب من كل التاريخ، هذا الذي أصبحت أيديه ملطخة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالدماء نتنياهو، كيف كان حاول يأخذ هذه القصة اكذب حتى يصدقوك، ولكن نعم. الحقيقة واضحة تماما بهذا الاتجاه. طبعا نحب دكتور كمال حسيني بعد إذنك. نعم فضل كمل جملتك. تفضل. كما ذكرت في جملة أنت يعني عبرت فيها عن الكل الفلسطيني. نعم يا أخي العزيز، نحن في هذا الخندق جميعا دون مسميات التميز. هذا ما يمهد للسؤال. هذا ما يمهد لي. ما قلته الآن دكتور كمال حسيني، ما قلته الآن يخليني نسأل على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. قال إن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. أولا أنت تعلم جيدا في أحيانا هناك يكون يعني تجزيء في الإجابة والسؤال، ولكن ما قرأته قبل قليل أيضا بأن هناك تراجع عن هذا الحديث من قبل الرئاسة الفلسطينية. وقد يكون هناك أنا برأيي يعني تم اجتزاء هنا أو هناك، ولكن الشارع الفلسطيني هو ملتف حول المقاومة بكل وضوح. وأتصور ما حصل في الضفة الغربية، أنت ذكرت أن هناك 51 شهيد. فليكن واضح برضو أمام الجمهور عامة، وأنا يعني ابن الضفة الغربية، أنا ابن القدس وابن الضفة الغربية وابن الداخل الفلسطيني وابن غزة، ولكن كون حضوري أيضا أتنقل في الضفة الغربية أتحدث بأن وجبة النضال والمقاومة في الضفة الغربية هي معقدة ومركبة لأنها تحت المجهر الإسرائيلي. فلهذا عندما تتحدث في أكثر من 1000 مصاب في الضفة الغربية و51 شهيد خلال هذه الأيام القليلة، هذا إن دل على شيء يدل بأن الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس يعني طبعا هناك اعتقالات كثيرة جدا في القدس. من يكتب منشط يعني من يكتب رأيه على الفيسبوك أو على التواصل الاجتماعي يتم اعتقاله. وأيضا في الداخل 48 ما بين الناصرة والجليل وحيفا وعكا واللد والرملة هناك والنقب والمثلثين، هناك أيضا هجمة من الاعتقالات يعني أكثر من 30 معتقل إلى الآن فقط أنه عبر عن رأيه عبر مواقع التواصل. وأيضا هذا بذل استطار على ما يتعلق بالديمقراطية الزائفة
هم مجرد برواز هذه ولعبة الديمقراطية ليس إلا، وهم دائما في حالة قمع، وهم الاحتلال الإسرائيلي هو دائما في حالة قمع. إذا تقول لي أنه الرئاسة الفلسطينية تراجعت على هالتصريح اللي قاله محمود عباس. السلطة الصهيونية المستعمرة الأرقام اللي تعطيها متاع عدد القتلى اللي عندها وأيضا الأسرى، هل هي نفس الأرقام اللي جينا من قطاع غزة؟ بالطبع يعني وسائل الإعلام تتناقل ذلك يعني، ولكن يعني ما زال على يعني على سبيل المثال ما يتعلق بهذه الأرقام، أنا لا أخذ أي رقم من قبل الاحتلال بعين الاعتبار، فليكن كل الأرقام تحت الشك، ممتاز، لأنه هذا هو واقع الاحتلال، يتلاعب في كل شيء، ليس صادقا ولا بأي شيء، ممتاز. فلذلك القصة الآن أصبحت أكثر من أرقام، القصة تكون أو لا تكون، القصة أصبحت كرة ثلج تدحرجت، وأصبحت الحلول ليست في على مرمى حجر، أصبحت الحلول الآن أكثر يعني تعقيدا. موقفكم انتوما، موقفكم انتوما كناشطين وكمناضلين من تصريحات الاتحاد الأوروبي اللي يقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، هل نحن الغزاة؟ هل نحن المحتلين؟ هل نحن اللي قاعدين نقتل في الأطفال؟ نعم، هو الكيل بالكيلين يا أخي، يعني نحن وأنت تعلم والكل يعلم بأن ما دام هناك احتلال يجب أن يكون هناك مقاومة، وهذا حق شرعي وهذا حق إنساني وهذا حق تاريخي، نحن ليس من 75 عاما وإنما احنا من 100 عام ونحن في حالة ضال مستمرة، فلذلك يعني تبا لمن لا يريد ذلك، نحن بكل وضوح يعني بهذا الاتجاه، وأنا بقول بأن هذا الفلسطيني إن كان مبدعا فهو مناضل، وإن كان مناضلا فهو مبدع، نحن بحاجة هاي الإبداع. أستاذ نختم مع خليفة بن سالم الكرونيكور متاعنا، نختم بهذا السؤال على حضرتك. أستاذنا، السيناريوات المحتملة في ظل تحرك دبلوماسي أمريكي لاحظناه أنه من الأردن إلى مصر إلى قطر، هناك حديث عن بداية مفاوضات لإطلاق سراح أسرى العدو الصهيوني مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الأسرى الفلسطينيين، هناك حديث عن اجتياح ميداني يعني على مستوى الأرض من قبل قوات العدو الإسرائيلي، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ أولا أنت تعلم جيدا يعني هناك أكثر من سيناريو وهناك أكثر من يعني نظرة هنا أو هناك، ولكن يعني بحيث نحن هنا على الأرض أنا أرى أولا بأن الالتفاف الجماهيري من قبل الشعب الفلسطيني عامة بشكل يليق في تاريخ النضالي، وأيضا نحن نعول على شعوب العالم الحر، وأرى هناك تغير شيئا ما في بذلك وخصوصا في الماكنة الإعلامية. الآن أنا أتوقع إنه هذا التأخير في الاجتياح البري يعني بتطور يعني الوضع كما شاهدتموه من البدايات، هو ما زال هذا الجيش الذي ادعى الأسطورة وأصبح على أرض الواقع هو مجرد نمر من ورق، بيحاول أن يلملم جراحه ويحاول أن يعيد ذاته إلى المقدمة، ولكن أرى في التأخير هذا عبثية، وأرى هناك أنه في تأخير لكي يحاول في الكواليس أن يصل إلى هدنة، يصل إلى برنامج يحاول يعني يعكس فيه أنه إحنا يعني ما حصل في غزة يكفي، ولكن كرة الثلج ستتحرج، لا أحد يرى أين ستصل، لأن أيضا برضو هناك تحركات ومواقف لا بأس من البعض، وهناك مواقف أيضا سلبية، فلهذا أرى أنه خلال 48 ساعة سيكون هناك يعني ورقة عمل على أرض الواقع، والأهم عندي يعني أن تعني أتكلم معك بكل وضوح، نحن في مؤسسة الإدارة أيضا لدينا مكتب في مدينة غزة، في انقطع الاتصال بيني وبين مدير المكتب من 5 أيام،
عاد إلي في رسالة بالأمس قال لي حرفيا قال لي بأننا أنا وأولادي وأمي من 5 أيام نذهب من شارع إلى آخر، هدوا بيتنا وليس لدينا أي مأوى، وليس لدينا لا من الطعام ولا من الماء. وأتكلم بكل مصداقية، وقال لي إن حصل معي أن استشهد فأبنائي يعني هم أمانة في عنقك. فهذا الإحساس الذي جانب الإنسان الكبير في غزة هو الذي يراودنا أولا كيف تقف هذه، وستنتصر المقاومة الفلسطينية بفضل هذا الإحساس والإيمان. نعم الإيمان، ونحن أقوى من هذه المحرقة وأقوى من هذا الغزو وهذا الاحتلال. شكرا لك دكتور كمال الحسيني، مباشرة من فلسطين كان معنا الدكتور